هذا يا حاجة أبرز عبنا هذا يا حاجة أبرز عبنا. والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واغفر اللهم لأبي وأمي أمة المسلمين أجمعين. أهلا بيكم ونادي كل الستات، معكم مروة حماد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يلا نذاكر. قبل ما نخش على المذاكرة مع الولاد، جلسة المذاكرة دي بيكون ليها حبة كده ايه استعدادات، غير الأدوات ساعات بنكون محتاجين قهوة، بندول، الحزام، لا ده مش معانا، حاجات تانية ممكن تكون معانا بس برضو ده مش مكانها. خلينا نشوف كده ونتكلم مع بعض شوية كلام أمهات. الجلسة بتاعت المذاكرة من الحاجات المرهقة اللي بتتعب الأم، أنا متأكدة إن هي بتتعبك، وإن شاء الله ربنا يكتب لك الأجر. عشان ربنا يكتب لك الأجر، أول حاجة جددي النية فيها إن ده مجلس علم، وإن أنت بتساعديهم وبتشجعيهم إن هم يطوروا حياتهم ويبدأوا ويتعلموا ويحبوا النقطة دي. تمام. النقطة التانية، عايزين نبعد عن كل الحاجات اللي بتسبب لنا العصبية وإحنا بنذاكر. نيجي عند أول حاجة منها، وهي استعدادك انت النفسي للحبة اللي احنا هنقعدهم نذاكر مع الولاد دول. للأسف بتلاقي السوشيال ميديا والناس المزعجة والسلبية والكلام، يعني دوت لك ايه دي ارهاق للأعصاب، ادي له درس، العيال بيجننوا، مش عارفة ليه ما حدش بيذكر، يعني بيخافوا على اولادهم يتحسدوا، مش عارفة هي ايه الفكرة. ان تلاقي كلهم مركزين ان دي بتبقى درس الدمار شامل، مش عارفة ليه احنا بنتعب، وانا بتعب انا كمان، وستات كتير جدا بتتعب، لكن دي شيء لابد منه، دي جزء من رسالتك انت وجودك في البيت دوت، مش عبث ان انت وجودك رساله، مش جايه حضرتك عشان تنامي وتجيبي اندومي وتجيبي اكل دليفري وتديهم درس، يعني ما خلاص، يعني ايه الرساله اللي انت بتقدميها بقى؟ ايه الحاجه اللي بعد كده احنا ان شاء الله هيفتكروكي بيها او هتتكتب لك؟ ايه انك قاعده على الشات بتاع واتس الامهات، يعني بتاع جروب المدرسه، مش فاهمه انا. فالمهم سيبك فكك من الناس دي بقى كلها، وركزي في ان انا بعمل رساله ووجودي مهم. احنا مش عايزين، يا رب ان شاء الله مش عايز الفيديو ده يكون طويل. تمام. دي اول نقطه، هنجدد نيتنا ونبقى داخلين على الموضوع بايجابيه، وانت نفسك تكوني مبسوطه. عشان تبقي مبسوطه لازم ما تبقيش عصبيه. طيب وعشان ما تبقيش عصبيه، نعتبر ان انت وراكي المهام دي، دي 1 2 3 4، ما ينفعش هم ينزلوا يروحوا مدرستهم وانا ادخل انام وبعد كده اصحى على الميعاد ان هم جايين من مدرسة، هيبقى المهام دي كلها لسه ورايا، هتعصب عليهم، ده شيء وارد واكيد. يبقى لازم انا اخلص على الاقل مهمتين او 3 من اللي ورايا، واحدة منهم اساسية هتكون هي ان انا احضر الاكل، اكون مجهزة الاكل بتاعهم بتاع الغداء. ما ينفعش يجي من بره يلاقي لسه الاكل ما تعانش. الكلام ده فيه استثناء للموظفات طبعا. تمام. مع ان شخصيا اعرف موظفات والله بياخدوا الكتاب بيراجعوا المنهج وهم رايحين في المواصلات بتاعه الشغل عشان لما يروحوا يذاكروا لاولادهم، ودول ناس انا قريبه منهم وعارفاهم كويس، ويعني شابوه ليهم بجد من دورهم ان هم محافظين على رسالتهم وعايزين يقدوها على اكمل وجه. النقطه التانية دلوقتي كده، انا خلاص انا خلصت المهام بتاعتي، لما هيجوا هكون انا متفرغه لهم. طيب هعمل ايه الصبح بعد ما هما بينزلوا يروحوا المدرسه؟ انا هبدا مثلا اخلص اللي ورايا بدري. اصل احنا كده الستات عايزين ايه؟ عايز تقعدي على النت براحتك وتخلصي وتبقي مزقططه ونفسيتك هاديه وجوزك يجي يلاقيكي مغيره هدومك والحوار ده كله. فلو حسبنا الوقت اللي بنشتته في ان احنا ماسكين الموبايل كل شويه تيك 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 تيك، ابص اشوف مين بعتت رساله ومين قالت ايه والحوارات ديت، ده بياخد وقت مني طويل. لو انا قفلت النت ساعتين بتوع الصبح دول وخلصت اللي ورايا، هيبقى قدامك وقت اطول بقى، وقت اطول بكتير تقضيه بقى على النت، تقضيه على اليوتيوب، تقضيه تنمي على خلق الله براحتك، تنامي يا ستي براحتك، مفيش اي حاجه خالص. البيت هياخد منك ساعتين ثلاثه طبعا، برضو في استثناءات، ناس في بيوت عيله واسر عددها كبير، او حد لا قدر الله تعبان، ربنا يشفي كل مريض. احنا بنتكلم في العام مش بنتكلم في الاستثناءات. خلصنا كده، قبل ما يجي من المدرسه خدي لك ساعه نامي، نص ساعه نامي، هيجي هيلاقيك انت ايه مفرفشه كده وفايقاله. واحنا بنذاكر، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، امنعي وسائل التشتت نهائيا. ايه وسائل التشتت؟ لا انت في ايدك موبايل، ولا هو جنبيه اخوه الصغير بيلعب على الموبايل ولا على التابلت. تمام. انا قاعده بذاكر معاهم، مفيش ايدي في موبايل، وانا هو بيكتب الواجب وانا هبص، هيسالك
وهتجاوبي له غلط، هيسألك وهتبقي مش مركزة، هيسألك وهتتعصبي عليه، ولو ما خلصتيش اللي وراك هتيجي وهو بيعمل الواجب عايز يسألك، عايزك تساعديه تفهميه، طب جلدي له الكراسه، اي حاجه، هتلاقي نفسك بتطق شراره وبتحدفيه اقرب شبشب في جنبك في وشه وانا مش فاضيه وانا مطحونه وانا تعبت ليه؟ عشان احنا اصلا مش مقسمين الدنيا وسايبينها كده ماشيه بالسبهلله. يعني كل ما خلصت المهام اللي وراكي بدري كل ما هتبقي اعصابك اهدى وريلاكس، وهنبعد جدا عن الضغوط والعصبيه معاها. اكله بقى وشربه وميته والحاجات اللي بتجنننا من العيال واحنا بنذاكر، خليه ياكل، ياكل كويس قبل الوقت بتاع المذاكره. جهزي سندوتشات يا ستي وحطيها، بسكويت، كيكه، ميني بيتزا، بقسماط من الفرن، بسكويت، اي حاجه، وتبقى جاهزه وزاده الميه قريبه برضو من المكان عشان يبقى ايه، خلاص كده مفيش حاجه ان انت هتقومي وتقعدي ولا هو هيقوم يقعد، ما تبقاش جلسه المذاكره ورا بعضها ساعتين ثلاثه، هو بكتير ونص ساعه وياخد له بريك شويه وبعد كده يرجع يكمل. طب ابدا بالمذاكره ولا بواجب المدرسه ولا ابدا بالقران لو انا بحفظ؟ بصي لو الاب بيساعد، يعني مش بيساعد ان هو يذاكر، لا انا اقصد بيساعد حتى معنويا او في الضبط في البيت، يبقى ابدأي باي حاجه منهم مش هتفرق. لكن لو الاب بيجي بيبقى عايزهم هيشغل التلفزيون وعايزهم يقعدوا وعايز دردش معاهم والحوارات دي كلها، يبقى ابدأي بالحاجه الاهم. انا شخصيا في مرحله كنت ببدا بالواجب المذاكره بتاع البيت قبل ما يعمل الهوم وورك بتاع المدرسه الاول، كشكول المدرسه دوت مش هنقرب منه غير لما نخلص المذاكره الثانيه، الواجبات الثانيه اللي انا بديها في الكتاب الخارجي او الاسئله اللي مجمعها. طب ليه؟ لان هو كده كده مضطر يخلص واجب المدرسه عشان الميس ما تزعقلهوش. طيب لما وصلنا في مرحله ثانيه لما بدانا نحفظ قران، كنت ببدا بالقران الاول قبل واجب المدرسه وقبل المذاكره، لان هنيجي بعد كده هنجور اول حاجه على كتاب ربنا ونقول اصل هو مش، انا في مدرسه مثلا تجريبي او انا في مدرسه خاصه ما عنديش القران مش ماده اساسيه، فهتلاقي نفسك بتبعدي الحاجات اللي هي المفروض عندنا اهم حاجه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، باجلها بقى ورا عشان دي مش الواجب بتاع الاستاذ ولا دي الواجب بتاع الميس اللي هتسالني عليه. يبقى فرغي وقتك، خلصي الحاجه اللي وراكي الاول، تمام؟ استقبلهم بهدوء على قد ما نقدر. بصي لغايه دلوقتي احنا بنيجي نفضل نصرخ شيل الشنطه حطها مكانها، حط الشراب في الشوز او حطه في الباسكت، علق الهدوم، الحوار ده موجود في كل بيت، مفيش بيت في استثناء من الموضوع ده، مفيش اطفال بالريموت كنترول ولا حتى مراهقين اللي هم اعدادي وثانوي بالكلام دوت. فتقبليه عشان تقدري تعيشي وتواصلي. تقبلي عادي زي ما قلت لك في فيديو قبل كده، لما ينزلوا لي الجدول بتاع الدوري وانا ببقى مذاكراه زي المذاكره بالظبط، ها النهارده في ماتش يبقى نخلص مذاكرتنا الاول قبل ما الماتش يبدا، عشان لو الماتش بدا لو انا قلبت قرد هم لازم هيتفرجوا على الماتش، فلازم برضو اراعي الحته ديت، الميول بتاعتهم والهواياتهم والحاجات اللي بيتفرجوا فيها طاقتهم بيحبوها. ما نكترش في القعده بتاعت جلسه المذاكره، ما نذاكرش على السرير. السرير دوت في اولاد كتير عندهم قابليه للنوم، فبلاش نذاكر على السرير، هنذاكر على مكتب، على ترابيزه، في الارض، على الارض حتى من غير ترابيزه مش مشكله، بس السرير الاولاد هتلاقيه بقى بيتنطع ويروح شمال ويمين وياخد المخده في حضنه، مش هتعرفي ممكن فعلا ينام منك. طيب ولاد صغيرين مع اولاد كبار، اولاد صغيرين وكبار، يبقى انا بركز مع الصغير، لو الصغير ده مثلا في كيجي او في ابتدائي والكبير بديله واجب يحله هو، تمام؟ وبعدين حضرتك مش سوبرمان، يعني ايه قللي كده او اخفضي سقف التوقعات الشاهقه من حضرتك، يعني ما تذاكريش لاثنين او لثلاثه مع بعض في وقت واحد. لو بذاكر مع سين يبقى عين بيحل واجبات بتاعه المدرسه، لو عين بيسمع لي يبقى سين هو اللي بيكتب الواجب بتاع المدرسه او بتاع الدرس، يبقى الصغنون دوت مدياله لعبه يلعب بيها، حبه مكرونه يعدهم، حبه علب بيحط الكبير من الصغير، كراسه بتاعت الوان، حبه صلصال، اي حاجه، لكن كله مع بعض في وقت واحد انت هتتجنني، تمام؟ ومش هتقدري وهتضيعيهم هم الثلاثه بعصبيتك، وجوزك بره هيبقى سامع صوتك ويتخانق معاكي برضو، وانا مش متجوز ست وايه الجعوره اللي شغاله ديت، وهنخش في مشاكل تانية. فاحيانا جلسه المذاكره على فكره بتضيع بسبب ان صوتك عالي، فالاستاذ بره طبعا هيتضايق ان صوتك عالي والجيران سامعينك يا مدام، وما ينفعش كده، فهدي التون شويه. نقطه كمان بقى اخيره بخصوص الصغيرين،
خلاص مش هتعرفي تركزي مع الصغيرين كمان في وجوده، يبقى ابعتيهم لبابا يقعد معاهم شوية، يديلهم الموبايل يفضلوا جنبه، يعتبرهم بقى كده ايه، جيم في بابجي ولا ماتش الريال، ويقعد معاهم الحبة دول عقبال ما احنا نخلص جلسة المذاكرة. محتاجين القهوة كتير، بنكون محتاجين البنادول، لكن مش محتاجين لا حزام ولا ضرب ولا زعيق ولا صوت عالي في المذاكرة. ان شاء الله عام سعيد عليكم. بعتذر، الفيديو طلع 10 دقايق، والله كنت نفسي يكون اقل من كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لامي وابي واموات المسلمين اجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حاجه بس اخيره، لما بنصحك ما تاخديش عني ابدا صوره ان حياتي كامله، بالظبط حياتي زي الصوره اللي هحطها لك دي، بس انا بحاول، والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.